صلوا على أئمة المران دايم دايم الله معكم بهالمسوية الحلوة منتلاقى مع أشخاص حبيناهم مع أشخاص منحب نتكي عليهم منحب نحلم نحن وياهم بأزمنة أفضل بأوطان بالحقيقة واعدة مش بس لإلنا إنما كمان لأولادنا وولاد أولادنا. بدي رحب بمعالي الوزير هكتور نجار، أهلا وسهلا فيك بوطنك التاني الأردن مع أشخاص كمان حبوك وحبوا الليلة يكونوا متواجدين. معالي الوزير هلسا، كمان بدي أقول شكراً لسعادة النائب مجدي اليعقوب، وبدي أقول شكراً لسعادة عطوفة الدكتور عبد العزيز موجود معنا وحضوركم المبارك. أكيد إخوتي مجتمعين حتى نصلي على نية هالمملكة المباركة جلالة الملك، وأنا بسميهم قادة الألفية الثالثة يعني الوزراء والنواب. بحب أقول إنه هن حراس هالألفية وعليهم بدنا نبني هالشرق المتألم. بحب أنا وياكم اليوم نصلي على نية لبنان، وطننا اللي بحبوه كل بلدان العالم وبيعرفوا المعاناة اللي عم بيعيشها شعبه، بس كمان بيعرفوا إنه لبنان واللبنانيين على قد الحمل. يمكن اليوم الصليب تقيل ودرب الجلجل قاسي، ولكن الوصول إلى مجد القيامة لا محالة وصلي. خلونا نبلش نصلي إخوتي على نية كل الأشخاص الموجودين، أحلامكم ويمكن أمانيكم الكبيرة. أهلا وسهلا فيكم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح، يا من ظهرت في عمادك الإلهي على نهر الأردن وبينت أنك من جوهر الطبع الآب والروح القدس، أنر عقولنا وقلوبنا في يوم دنحك العظيم، وقدسنا بحلول روحك، وأهلنا أن نعيد لك عيد الأنوار، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. السلام والرجاء الصالح.
بارخ مور لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الواحد الذي دوى صوته من السماء وشهد لابنه الحبيب، وإلى الابن الواحد المسجود له الذي أشرق على النهر وقبل العماد من يوحنا سابقه، وإلى الروح الواحد القدوس الذي ظهر فوق رأس الابن مشيرا إليه. بارخ موربون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا الآن وإلى الأبد. آمين. بدنحك تفرح الأرض يا ابن الله، وبيوم عمادك تهلل الشعوب والأمم. يا من أشرقت علينا من حضن الآب وقدست لنا المعمودية، يا بيعة الشعوب أذيع مجد ابن الله المتأنس الذي اعتمد لأجلك في الأردن واهتفي له. تباركت أيها المسيح كلمة الله، يا من بإرادتك أخليت ذاتك واتخذت صورة إنسان وعطيتنا عربون الحياة في مياه العماد وقدستنا وجعلتنا ورثة ملكوتك. نسألك الآن أيها المسيح على عطر هذا البخور، قدسنا بدنحك العظيم، أخلق فينا قلبا جديدا واجعلنا أبناء جددا لأبيك، واسكب الغفران على رعيتك. بارخ موربون فنسجد لك ونمجد أباك ونشكر روحك القدوس إلى الأبد. كنت مسكان البهاء، جميلة أنت يا مريم العذراء، بهية كنت مسكان البهاء في كل زمان وكل مكان. يا أرزاق لبنان تضرعي لأجلنا، يا ملتعفة بالشمس والقمر وحولك الكواكب تدور اثنا عشر، يا ملتعفة بالشمس والقمر وحولك الكواكب تدور اثنا عشر، مليكتنا تضرعي لأجلنا. يا مريم العذراء بهية كنت مسكان البهاء في كل زمان وكل مكان. يا أرزة لبنان تضرعي لأجلنا. أيها المسيح كلمة الآب السماوي، يا من صرت إنسانا لأجلنا واعتمدت في نهر الأردن وصرت لنا الطريق والباب نبلغ بك إلى الآب، اجعل نعمتك ورحمتك علينا وعلى أمواتنا، لا سيما ميلاد يوسف غبريل لمناسبة مرور سنة على وفاته، واقبل عطورنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس إلى الأبد. قادي شاط ألوه قادي شاط حيلتونو قادي شاط لمويوتو قادي شاط ألوه قادي شاط حيلتونو قادي شاط لمويوتو مسيحو دي
قديشات لهو قديشات حيلتونو قديشات لمويوتو من يوحانون اترحم. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. ما أبهى وجه الفادي بارك اليوم الأمواض ماء العماد من باك يا الله. اهتفي يا شعوب واشد الحمد لله، وافرحي يا قلوب بارك اليوم أمواه. ربي يا من تقبل أبرار يا حنون، تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، يقرأ أمام هذه الأسرار المقدسة وأمام أبينا الكاهن بالمسيح وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وهذه الرعية وأبنائها وزائريها المؤمنين إلى الأبد. آمين. يا أخوتي، نحن لا نبشر بأنفسنا، بل نبشر بيسوع المسيح ربا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، لأن الله الذي قال ليشرق من الظلمة نور هو الذي أشرق في قلوبنا لنستنير فنعرف مجد الله المتجلي في وجه المسيح. ننبذ ولكننا نحمل هذا الكنز في أنية من خزف، ليظهر أن تلك القدرة القائمة هي من الله لا منا. يضيق علينا من كل جهة ولكننا لا نسحق، نحتار في أمرنا ولكننا لا نيأس، نضطهد ولكننا لا نهمل، ننبذ ولكننا لا نهلك، ونحمل في جسدنا كل حين موت يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. فإننا نحن الأحياء نسلم دوماً إلى الموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. ولكن بما أن لنا روح الإيمان عينه كما هو مكتوب أمنت ولذلك تكلمت، فنحن أيضاً نؤمن ولذلك نتكلم. ونحن نعلم أن ذلك الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضاً مع يسوع ويجعلنا وإياكم في حضرته. فكل شيء هو من أجلكم لكي تكثر النعمة فيفيد الشكر في قلوب الكثيرين لمجد الله والتسبيح لله دائماً. المهم
المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول في الغد أيضاً: كان يوحنا واقفاً هو واثنان من تلاميذه، ورأى يسوع مراً فحدق إليه وقال: هذا هو حمل الله. وسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه فقال لهما: ماذا تطلبان؟ قال له: ربي، أي معلم، أين تقيم؟ قال لهما: تعاليا وانظرا. فذهبا ونظرا أين يقيم، وأقاما عنده ذلك اليوم، وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا وتبعا يسوع، ولقي أولاً أخاه سمعان فقال له: وجدنا مشيحة، أي المسيح. وجاء به إلى يسوع فحدق يسوع إليه وقال: أنت هو سمعان بن يونة، أنت ستدعى كيفا، أي بطرس الصخرة. حقاً والأمان لجميعكم. ذبيحة أخوتي من قدمها لراحة نفس ميلاد يوسف غبريل نذكره بصلاتنا. بدي صلي على نية كل اللي اعتذروا اليوم عن المجيء، إما خوفاً إما لأنهم مصابين، وأكيد منصلي لهم ومنذكرهم بهالذبيحة. إنجيلنا اليوم أخوتي هو الإنجيل يوحنا كتبه، والحلو أنه لمن أورد الخبر اللي هلأ عم نقراه، وهو بطل من أبطال هالخبر ما ذكر اسمه، بيقول إنه تلميذين كانوا موجودين مع يوحنا المعمدان تاني يوم عمادة يسوع. هالتلميذين بيقول إنه واحد منهم كان أندراوس، والتلميذ الآخر هو يوحنا اللي كتب الإنجيل ما بيقول اسمه. فاللي صار إنه يوحنا واقف هو وياهن، أكيد يوحنا المعمدان مش بس عملاق بالإيمان إنما كمان مدرسة. ليش عم أقول هيك؟ لأنه هيدا النص بالذات إخوتي بيعطينا أشاير، إشارات، إنه وكأنه هالتلميذين اللي كانوا مرافقينه منهم بادي جارد، مش انه يابا ما حدا يقرب من المعلم، لا، تلميذين غميئين بالايمان، يعني اشخاص فهموا الرساله اللي عم بيقوم فيها يوحنا المعمدان، استوعبوها منيح، وكان عندهم شوق انه يشوفوا اللي شافوا يوحنا المعمدان قبل بليله. قبل بليلي يوحنا المعمدان لما شاف الروح القدس حل على يسوع، كان سامع انه اللي رح تشوف الروح عم بحل عليه بيكون هو. مشان هيك تاني يوم في الغد بيقول النص
لما رأى يسوع مراً بس كان بيكفي أنه يدل على يسوع ويقلن للشباب لتلاميذه هيدا هو حمل الله. وكأنه هني سمعين كتير عن حمل الله وبيعرفوا كتير إشياء من يوحنا، دغري تركوا يوحنا ودعوا يوحنا وتبعا يسوع. فإذا يوحنا أنا بدي أقول لكم إخوتي، هدي يسوع أجمل هدية، حبتين من العنقود اللي بدي سميهم الرسل الاثناش. إذا شي مرة سألوكم مين أول تلميذين بإنجيل يوحنا، كانوا هدية يوحنا المعمدان ليسوع، أول حبتين من العنقود كانوا يوحنا الحبيب اللي حبه كتير يسوع، وكان يتكي راسه على صدر يسوع تيسمع دقات قلبه، وأندراوس. أندراوس خي سمعان بطرس، اللي منعرف بالنص إنه من بعد ما قضى ليلة مع يسوع، ويمكن كانت أجمل ليلة بقضيها أندراوس مع يسوع، تاني يوم بيروح عند خيه سمعان وبيقول له لقينا المسيح مشيحة، اللي سمعين عنه، اللي انحكى عنه، اللي ناطرينه لقيناه. مشان هيك حتى سمعان بطرس بيقول اجا، ولمن حدق يسوع، حلوة كلمة حدق، مش اطلع عادي، مش نظر إليه يسوع وأحبه، حدق مثل كأنه يسوع قري مش بس عيون بطرس وطيبتن وشو ممكن يكون يلعب دور بطرس بتاريخ الخلاص، إنما قري شو في بقلبه. مرات الحبيب بيطلع بعيون حبيبته وبيقول لها عم بقرأ شو في بقلبك، في لزوم خبرك؟ ما في لزوم تقلي، انت قريتني. العيون بتفضح اخوتي، لمن حدق يسوع بعيون بطرس عرف شو هو بطرس. انا وياكم اخوتي الليله اذا برجع للنص ما رح روح للعهد القديم، واجمل ما قيل عن حمل الله أشعيا بيقول كشاة كحمل صيق إلى الذبح ولم يفتح فاه. أنتوا بتعرفوا الحمل الذبيح اللي طلب من موسى بسفر الخروج أنه يذبحوا الحمل وينضحوا الأبواب من برا، عتبات الأبواب ويعبر الموت عن الأبواب، وكيف صار الخروج. ما رح أحكي عن الحمل تبع إبراهيم، ما رح أحكي عن أهمية الحمل بالذبيحة، بس بدي أقول كان بيكفي يوحنا المعمدان يدل على يسوع ويقول لهم هيدا هو حمل الله، وانتهى الموضوع وبلشت قصة هالرسولين. الرسولين اخوتي تبعا يسوع، لمن يسوع التفت شاف اثنين لحين. حلوة كلمة التفت يسوع، لأنه بعدة مرات بإنجيل يوحنا بيقول التفت يسوع. شو يعني التفت؟ يعني اطلع ويمكن فرح بأنه هيدول الشباب هيدول هدية يوحنا، يوحنا اللي ما كان شايفه إلا بالمعمودية، وقبل كان شايفه إذا بدي سميها بلقاء سري خفي لمن كان بعده بأحشاء أليصابات أمه. ومريم زارت أليصابات وترنمت وارتقد الجنين في أحشاء أليصابات، هيدا كان لقاء الأول. التفت يسوع شاف شابين لحقينه، سألهم سؤال بسيط جدا، شو بدكم شباب؟ ماذا تطلبان؟ سؤال كان ليسوع يا معلم رابي أين تقيم؟ أنت وين؟ وين قاعد؟ يسوع قال لهم بكل بساطة تعال يا وانظرا، come and see، تعال يا وانظرا، بدكم تعرفوا أنا أين أقيم؟ تفضلوا. ومن ليلتها بدي أقلكم إخوتي احفظوها، أقام الرب مش بهونيك مطرح بكوخ ببيت، أقام في قلبهما. لأنه النص غريب،
يوحنا عم بيكتب النسخ وتبعد 50 سنة من موت وقيامة يسوع. 33 مات يسوع، قام صعد إلى السماء، يوحنا كان صار عمره 90 95 للـ110 لمات، كتب الإنجيل وليكوا شو بيقول. غريب هالنص، بيقول: فذهبا ونظرا أين يقيم وأقاما عنده تلك الليلة. أقولكم هيك، ليش ما قال مثلا الإنجيل يوحنا أقاما معه تلك الليلة وأمضوا كل حياتهم معه؟ ما بقول هالشي، هيدا الشي تيقلنا هيدي الليلة اللي أقاما فيها معه مدري شو صار، قديش حف يسوع على قلوبهم، شو عمل فيها، كيف خربطهم، كيف دوزن أوتار هالقلب أو هالقلبين، ما بعرف. بس اللي بعرفه إخوتي أنا وإنتو إنه أقام معه تلك الليلة، وهيدي الليلة صارت عم تنعاد، هيدي الليلة صارت من أجمل ليالي حياتهم. مش سهرة روحية كانت مع يسوع وخلصت، نحن بنعملها مرات مع القربان، كانت سهرة من أجمل سهرات. إذا بدي أتخيل أنا وياكم، أندراوس متزوج، يوحنا الوحيد بين الرسل 12 منه متزوج، طب ليه ما رجع عند عائلته، عند أولاده، عند مرته؟ اسألوا حالكم، حسوا إنه ما بقى بتحمس. اللي بحط إيده على المحراس وبيطلع لورا ما بيستحق، وهيدي اللحظات كمشت قلبهم، مثل كأنه يسوع اجتذبهم، سحرهم، هيدا هو خلص. تيروح معجوق عند خيه بطرس يقول له لقيته، هيدا هو. فإذا هالقد يسوع كمشه. بس في شيء كمان إخوتي يمكن بيمرق مرور الكرام، وعادة ما بعرف ليش نحن الكهنة ما منتأمل فيه، بس بدي ألفت لكم نظروا لقلي. نظركم إذا بتحطوه على هالنص، أقاما عنده ذلك اليوم، وبيقول نص: وكانت الساعة نحو 4 بعد الظهر. لشو بدي أقول هالشي يوحنا؟ غريب الكل ليه؟ لأنه بصدق بقلكن في ساعات هيدي بتتسجل برزنامة حياتكن، في لحظات تكمشكن، في لحظات بتصفي، هي مقياس حياتكن كلها. يوحنا بعد 50 سنة إخوتي ما نسي إنه كانت الساعة تقريباً 4 لمن شافوا يسوع وأقاما عنده، كانت تقريباً الساعة 4. نحن مرات أحداث بتخضنا، انفجار بيروت، مين ما بيعرف كانت الساعة كذا بـ4 آب الساعة كذا لمن أنا وصلني خبر صعقني. هيدا اللي بيقول لك أنا ولدت بهديك اللحظة، ليش؟ الله خلصني من الموت. هيداك اللي بيقول لك الله شفاني، القديس الفلاني بهيدي الساعة بهاللحظة، سبحانك يا رب ما بعرف شو صار. هيدي الساعة ما بتنتسى أخوتي، ساعة مجد، ساعة فرح. وبدي قلكن نعم كانت نحو الساعة 4 لمن يوحنا انكمش، لمن يوحنا ما عاد بده يفلها ولا مطرح. بتذكر وقت البطرس كان هو بالتلاميذ، يسوع عم بيحكي بيوحنا الفصل 6 عن خبز الحياة: وأنا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان، أنا الخبز الحي، من أكل جسدي شرب دمي. عاد قد ما سمعوا هيدول قاموا الناس لملموا غراضهم، حملوا حالهم وفلوا، يا خي شو هيدا عم بيحكينا جسدي ودمي وشو قصته هالزلمة؟ طلع فيهم يسوع يومتها، بتتذكروا شو قال لهم للرسل الـ12؟ قال لهم: وانتو مش حابين تفلوا؟ قوموا فلوا، خلص خلص، قوموا فلوا. يومتها بطرس شو بقول له؟ إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية؟ الرسل بقيوا مع يسوع، لوين بدنا نروح؟ عم تبعتنا خلص هنا، نقيم معك، أقم معنا يا رب. وقت اللي إجت أمه وبيّ ليسوع على الهيكل، كان يسوع عمره 12 سنة،
ليكو الكلمة اللي قالها، ولو يمي معجوقة وعم بتفتشي، ألا تدريان أنه يجب علي أن أقيم في بيت أبي؟ أقيم. أنا بقولكم إخوتي نيالكم، أنتوا اخترتوا اليوم أن تقيموا في بيت الرب، انطلقتوا إلى بيت الرب، واليوم وهلأ تقيمون معه بفرح. بقولكم إخوتي، لمن منعيش نشوة هالفرحة اللي عشوها أندراوس سمعان اللي صار اسمه كيفا، بطرس اللي قال له أنت الصخرة. وأنا بسألكم سؤال فكروا فيه بالبيت، كيفا معناتها صخرة؟ قال لهم كيفا أي الصخرة. دخلكم، قال له أبواب الجحيم لن تقوى عليها للكنيسة، عليك رح ابني كنيستي. مين كان لازم يبني كنيسة المسيح؟ كيفا ولا قيافة؟ قيافة مين؟ رئيس الأحبار، رئيس الكهنة. ليكو هيدا اللقاء أخذ يسوع قرار تاريخي، عليك بطرس أنت صخرة، بدي ابني كنيستي، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. وسألت حالي سؤال، قيافة اللي معناتها كمان صخرة، ليش يسوع بني كنيسته على صياد سمك مش على قيافة رئيس كهنة؟ مين بيبني الكنائس والكاتدرائيات؟ رئيس كهنة. ليكو يسوع كيف بيطلع بالإنسان. أنا بقولكم إخوتي، إذا سمحتوا ليسوع يتطلع بعيونكم ويقرأ شو في بقلوبكم، وقلوبكم نقية، من خلالكم بده يعمل عمل جبار. مجدداً بدي أقول إن شاء الله نسمح أنا وأنتم، خاصة أنتوا القادة اللي موجودين معنا اليوم والمسؤولين، تعرفوا أنه مش بس عيون يسوع عليكم، عيون الناس كلها معكم وعليكم ناطرينكم. فيكم تحركوا قلوبهم، فيكم تكونوا بخدمتكم. تعرفوا كلمة وزير يعني حاطت وزرة، يعني عم بيخدم. أنا مينيستر وأنت مينيستر، معالي الوزير كمان معالي الوزير مينيستر، حضرتك تنوب عن الناس، بتنوب عنهم، شعبنا كله ناطركم. وأنا بقول بدي صلي معكم اليوم، تربنا من خلالكم يقدر يوصل لناسه وينقلن رحمته. إذا الناس اليوم تعبانين، مأسورين، مفجوعين، منهارين، نطلع دايماً على القادة، وين قادتهم؟ أنا بس أطلع فيكم إخوتي، بحب أحلم لبعيد. فإن شاء الله معالي الوزير، معالي الوزير، سعادة النائب، وأنتوا إخوتي يكون عندكم هيدي الملامح اليسوعية، ويكون عندكم وجع يسوع، لأنه المقهورين عم بيكتروا، التعبانين عم بيكتروا، والمسؤوليات عم تكبر، ونحن كلنا مسؤولين. يا مننقل البشارة مثل أندراوس، يا منكون مثل بطرس حجارة حية في بنيان الكنيسة، يا منكون تماماً مثل يوحنا، هيدا هو، ما تفتش كتير مطارح يحو، هيدا هو الرجال، إلى بيلاطس أكشي أومو، هيدا هو الرجال. يا أما رح نكون قيافيين، أفي ومشي، مش طالع من أمره شيء. الله يبارككم، منصلي على نيتكم. خلونا نقول نؤمن كلنا سوا، نؤمن بإله واحد، آبا رب الكون، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء، وصار إنسانا، وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الله الآب، وأيضاً يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء له، ونؤمن بالروح القدس.
الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي آمين. إيت الوت المدبح دلوه والوت لوه دم حادة اليوت وينو بسوغ الطيب توخ يعول البيتخ وسكود بهايك لوت كوتشوخ صلوا على إمة المران قالوه قابل قربونه ونترحم علينا باص حبات القمح في الأرض الخاصة سرت فوق المذبح أتمم بيع هاليلويا خبز أيها الرب الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم لا سيما الطبوية والدة الله مريم والقديس يوسف ومارون وشرب الشفيع هذه الرعية أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من قدمنا عنه هذه الذبيحة ميلاد يوسف غبريل كما ونذكر جميع المرضى الذين طلبوا أن نذكرهم ومعالي الوزير سامي هلسة ومعالي الوزير هكتور نجار حجار أيضاً سعادة النائب مجدي نوروس اليعقوب وكل من طلب منا أن نذكره في هذه الذبيحة المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأباد نفور مار بطرس هامة الرسل اللي اليوم ربنا سمي كيفا الصخرة وإن شاء الله نكون نحن كلنا سوا إخوتي حجارة حية في بنيان الكنيسة أيها الآب إله السلام وسيد الأمان هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضاً في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لغش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد السلام لك يا مذبح الله سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم إخوتي بالمسيح خدام الروح القدوس أمامك
أمامك ربي ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد والشكر، وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباد. ربي أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأباد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس قدوس القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. ورياليسون وبيوم هودق دم حشود لي مع بتحاي ساب اللحم بداو قضي شوتو وباريخ وقضيش وكسو يا بالتلمدا وكادمر ساب خول منيك والخون هونو داني تاو فغرو دي دحلو فيكون وحلو فسجي متقصي ومتيهي حسو يطحوب والحال دلعو لم علمين. أخان عالكوس ودمزغ من حمر من ما يبريخ قديش يا بالتلمدا وكدمار سابشتاو منيك الخون هونو داني تاو دمودي دياتك إحدات ودحلو فيكون وحلو وفسجيه متشيت وماتي هيب حصو يطحوب والحاي ده العلم علمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني، ونطلب منك الرحمة والحنان، ونسألك مغفرة الخطايا
فلتشمل مراحمك كلها. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك، وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب وطاعتك الكل. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف، ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس، ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريه ليسون، كيريه ليسون. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. صلي أنا وياكم اليوم إخوتي على نية قداسة الحبر الأعظم بابا فرانسيس، غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، سيدنا موسى، كل الأساقفة اللي عم بيشتغلوا بكرم الرب تيكرموا هالكرم ويعطوا المؤمنين كرعاة يعطون الأمان، يضخوا بعروق يمكن دم جديد، حب جديد. وأكيد إخوتي منصلي على نية المرسلين المبشرين اللي مرات بيكونوا شهود ومرات بيكونوا شهداء. نطلب من الرب كتر الدعوات بمجتمعنا تنكمل عمله هو. إلى الرب نصلي. يا رب ارحم. منصلي على نية هالمملكة، جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين، والمسؤولين عن هالمملكة، وزراء ونواب و كل القادة، حتى يكون عندهم بصمات بقلوب الناس وبحياتهم، ويكونوا إذا عم بيخدموا يخدموا الخدمة الصالحة، الخدمة اللي ناطرينا الناس الموجوعين التعبانين المنهكين المضنوقين واللي عندهم مقاس كبيرة. بعرف إنه البطالة كبيرة بكل العالم، وهيدي بدها قادة استثنائيين إخوتي بهالزمن. صلي على نية حكام لبنان. اليوم سمعت خبر حلو معالي الوزير إنه رح يكون في عودة لممارسة هالعمل اللي هو وزاري، وهذا الشيء يمكن يحل بعض الأمور. منصلي على نية حكامنا أكيد كمان بلبنان وبالشرق، يرعوا هالناس بالعدالة، وأكيد يحملوا بشارات حلوة لبيوتهم ولحياتهم الشخصية. إلى الرب نصلي. يا رب ارحم. بدي صلي معكم إخوتي كمان اليوم على نية الإعلام والإعلاميين، لأنه أنتم بتعرفوا اليوم أنه هن السلطة الرابعة، وبعرف قديش في مسؤولية على هالسلطة الرابعة حتى تنقل البشارات المفرحة
هالأزمنة إخوتي بدها بشارات، وشو بحب نكون نحن كمان بشارات مفرحة على نية كل إنسان حمل بشارة حلوة وضخها ببيوت الناس. هدول كمان بيستاهلوا كلمات الشكر، وإن شاء الله بيكتروا. بس بدي أذكر هون إنه الأبرز مثلاً لمن لمسته رحمة يسوع كان من المعلنين وأخذ يذيع الخبر. قديش نحن لمسنا أخوتي بمحبة يسوع ورحمته، أذيعوا الخبر، نقلوا الأخبار الفرحة. مش مسموح نكون لا بوميين ولا ورق نعوي، بدنا نكون بشاراتيين على نيتكن ونية كل اللي حاملين فرح يسوع للناس. إلى الرب نصلي. يا رب ارحم. معكن بدي صلي كمان إخوتي على نية اللي مرئين بمرحلة دقيقة، التعبانين من الوباء اللي اجتاح العالم، الخيفانين المرعوبين، وبعرف قديش في ناس لطشوا. إخوتي بس بحب تعرفوا إنه الوباء مش بس كورونا والمتحورات تبعه، في أوبئة كتير تاني. مع علي قبل شوي كان عم بيحكي عن المخدرات، عم بيحكي عن قديش في ناس جنحت إلى بيوت بنسميهم بشع. بعرف قديش في مآسي ببيوت الناس، ويمكن الفقر والتعاسة والأحباط واليأس تاخدنا على المطارح الغلط. بدي منكم ترجعوا تستلهموا روح يسوع وتروحوا حيث يقيم يسوع، إلى بيت الرب ننطلق. فعلى نية كل هالناس اللي يمكن عملوا خيارات خاطئة بحياتهم، احنا مسؤولين كمان إخوتي عنهم، على نيتهم إلى الرب نصلي. يا رب ارحم. ومنصلي على نية ميلاد وكل الأشخاص اللي منفتقدهم اليوم، ومنعرف إنهم تركوا إرث كتير كبير بحياتنا، بياتنا، جدودنا، سلمونا أمانات ونحن لازم نسلمها للأجيال اللي بدها تجي. بعرف إنه كلنا مسؤولين على إنه نكمل المشوار على نية اللي منفتقدهم واللي بصموا حياتنا بصمات حلوة. نطلب من الرب اليوم إنه يضمهم لمملكته مع الأبرار والصديقين، وإذا كانوا صاروا بمعيته ذكرونا بصلاته. فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. يا أبا الحق الرحمن، خذ منا هذا القربى، قربى لأبيك الفادي، بحر الحب والغفران. يا بكر الأب المحزون، يا حي أنت يا ابن الله، حي أنت يا مصلوب. يا أبا الحق الرحمن، خذ منا هذا القربى، قربى يملك الفادي، بحر الحب والغفران. يا كربانا شهيا كرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك. ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك متضرعين بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات.
يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا ربي في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبح الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد القدوس، ابن واحد القدوس، روح واحد القدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أيها الرب الإله، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا، لك المجد إلى الأبد. ضمئت نفسي إليك أيها المسيح، مجاهدي وأحضر أمامك يا سيد. ذابت نفسي شوقا إلى خلاصك، جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر. من نبيك
نحن آمنا بك، آمنا بك أنك قدوس الله، قدوس الله. طبيعت نفسي إليك أيها المسيح، متى آتي وأحضر أمامك يا سيد؟ نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. أبسط أيها الرب يسوع يمينك، بارك شعبك، احفظهم بصليبك، كن لهم ستراً وملجأ، كملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. أبناء الرعية، بدي أرجع أذكركم بالأشخاص اللي بحبوا يتسجلوا بأكاديمية جيل الإنجيل حتى نبلش دورتنا ابتداء من الثلاثة. كل ثلاثة وجمعة الساعة 7:30 رح نكون مع هالدروس، أكيد لحتى نقدر نكبر بالنعمة والقامة والحكمة قدام الله والناس. اللي بهمه الموضوع بيقدر يتواصل مع أمانة السر. اذهبوا بسلام من إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. أنا باسمكم بدي أشكر معالي الوزير على هاللفتة الحلوة اليوم، أكيد أنت ببيتك معالي الوزير، وإن شاء الله كل إخوتنا اللبنانيين وزراء نواب وكل اللبنانيين اللي بيحبوا يجوا على المملكة مثل حضرتك أو معاليك بيجوا على بيتهم، وأكيد معهم منقدر نتواصل أكثر. إن شاء الله تكون أخذت شيء حلو من هالبيت مار شربل، هيدا كنيستكن. وأكيد بدي أشكر معالي الوزير وسعادة النائب على حضوركن، وكل إخوتي أنتو كمان أهل البيت، فشكراً على حضوركن وصلاتكن. وصلوا تحية تبع زمن الدنح، دايم دايم لأهل البيت، دايم دايم.